اللي عايزك تكلمني باختصار كده مفيد عنه. والله انا مبسوط جدا بصراحه بالانتاج الضخم اللي بيعمله الاستاذ محمد السبكي، منتج محترم بيحب الفن وحافظ على الفن في الظروف اللي مرت بيها مصر في الفتره اللي كنا فيها، وكان الفن ابتدى الصناعه ابتدت تحصل فيها تغير نتيجه الظروف اللي قامت في البلد. وفعلا محمد السبكي هو اللي حافظ، هو اللي كان بينتج وبيشغل السينمات في هذه الفتره، منتج كبير ومنتج محترم وبيجدد في صناعه السينما وبيطور في صناعه السينما وبيعمل انتاج ضخم لصناعه السينما بشكل كبير، وابتدى يلجا الى يطعم الافلام بنجوم عالميين. يعني فيلم حمله فرعون، في مايك تايسون، في نجوم كتير، فده تجديد للسينما المصريه. مش ملاحظ كميه الاكشن اللي موجوده في الفيلم كتيره قوي قوي؟ هو احنا ليه دايما نقول في الافلام الاجنبيه فيها اكشن كتير، واحنا لما نعمل اكشن كويس ونبتدي نطور في الاكشن ونبتدي نعمل تغيير في شكل السينما. بالعكس، ده احنا المفروض نسقف ونقول شابول للمنتجين العظام زي استاذ محمد السبكي. حمله فرعون متوقع له ايه؟ ان شاء الله متوقع له نجاح، وكل الناس تعبت وكل الناس اشتغلت، وصراحه يعني عايز احيي الاستاذ المخرج رؤوف عبد العزيز، ويعني كان ليا الشرف بالشغل معاه، والحمد لله كنت كمان معاه في رمضان في مسلسل قمر هادي مع النجم هاني سلامه، وعملت دور مختلف، فده يعني الحمد لله ربنا كرمني السنه دي وعملت معاه دورين في حمله فرعون ودور في رمضان. بما ان احنا كنا مشتركين في السباق الرمضاني، كنا بنتابع ايه برضه في رمضان؟ والله للاسف ما كانش عندي وقت نتابع حاجه، لان احنا لسه مخلصين مسلسل هوجن، يعني مخلصين 28 رمضان، 27 رمضان، 27 رمضان خلصنا نهايه تصوير هوجن. فهوجن كان مسلسل كبير ومسلسل صعب، بس حقيقي مسلسل عمل حقق نجاح جماهيري ونجاح في الشارع، وعموما يعني احنا بنشوف النجاح من الشارع ومن الناس في الشارع ورد فعل الناس في الشارع. فالحمد لله كان مسلسل كويس، مسلسل مهم. ببارك لاخويا وحبيبي طبعا وصديق عمري محمد امام، النجم محمد امام، لان هو يستاهل كل خير، وتعب في المسلسل جدا جدا عشان يطلع بالشكل اللي ليك بيه ده. ما كناش بنتابع اي حاجه يعني في رمضان خالص؟ خالص ما كانش في وقت خالص والله. هنتابع ايه؟ يعني ايه هنتابع ايه؟ هكمل شغلي بقى. عندي شغل كتير، فان شاء الله بعد ما اخلص شغلي باذن الله. كل سنه وانتم طيبين.